السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في حلقة جديدة من مود جيم اوف ثرونز. شكرا على دعمكم كالمعتاد من لايكات وكومنتات. انا صراحة ودي ارد على كم تعليق. الكومنت الاول يقول لي الدرع اللي اشترته ضعيف، اكو اقوى منه في عاصمة دثراكي، راح نشوفه ان شاء الله بعد شوي. الكومنت الثاني يقول لي نصيحة، لا تخلي العمالقة مرافقين، ترى يصغر حجمهم بس يصيروا مرافقين. انا هذا اللي سويته يا شباب من باب الطقطقة، الشغلة الاولى. غير موضوع الطقطقة، ودي اجربه من باب اني اخليه تاجر، يعني افتح قافلة او اللي اسمها كرفان في اللعبة، واصير اعطيه سيوف او هو من نفسه يروح يجيب بضائع يشتريها من مدينة ويبيعها في مدينة. فهذا ثاني أفضل مصدر دخل مثل ما تعرفون في اللعبة. إحنا شرينا محلين من قبل، والحين بشتري محل الثالث في مدينة الدثراكي هذه الأساسية. وحط نفسك كوارتر ماستر البارتي حتى تتطور. والله أنا توقعت إني حاطه. طبعًا هو يقصد هنا هو طبعًا تلقائيًا يكون كوارتر ماستر. أنا بس كنت مخصص نفسي أو مخصص السكاوت والإنجنيير. إن شاء الله حصل لي كومبانيون طيب. عندنا الانجينير عالي، والانجينير ان شاء الله راح اشوف مستقبلا يوم نبتدي نحتل ونحاصر مدن راح احتاج مهندس معي حتى يكون بناء المنجنيق والى اخره يعني بسرعه. وفي كومنت يقول لا تطلق احد الحين لانك ما تقدر تضمه الا تنضم لاحد بشكل رسمي، وراح هم ينادونه وراح يكلفك. فعلا هذه انا غلطتها للامانه، اني فتحت الجيم لانستر بارتي الحالة، ومثل ما تشوفون ما اقدر استدعي لين ما انشئ مملكه او اكون نبيل عندهم، يعني ترقيت من بعد المرتزق تكون نبيل. المهم فعلا انا الشغله هذه انتكبت فيها، وجيم لانستر الحين فاتح بارتي على حسابي، ولكن ممكن اني احشره من ناحية كم المبلغ اللي يقدر يصرفه ويجند فيه. مثل ما تشوفون الحين البارتي هذا اقدر اقول له unlimited يروح يجيب فل بارتي 172 واكلهم على حسابي وكل شيء، لكن انا بحشره من ناحية الفلوس، خله ان شاء الله 5 جنود معه. الحين 171 ما ادري وشلون بياكل ال 50 شخص اللي عنده، المهم يدبر نفسه يتفق هو وياهم. في كومنت يقول لي تقدر تشوف الجيش وين متجه، ادخل على الجيوش المملكه وشو. هذه معلومه طبعا تمنيتها في الحلقه الماضيه، الله يعطيك العافيه راعي الكومنت. راح اشيك ان شاء الله مجرد ما اشوف جيش يمشي. اهجم على مخيم نايت كينج واهزمه، راح يجي اسير عندك حافظ عليه مع الوقت ينضم لك كجندي، وبعدها اعمله مرافق معك في جيش هو قوي جدا. نفس الموضوع يحيى يقول يجيب فارس الظلام في مخبأ اللصوص عند منطقة العمالقة، أي مخبأ بعد السور تلقى فيه فارس الظلام وقوي جدا. جماعة الخير احنا ابتعدنا صراحة حاليا الكلام اللي تقولون لي اياه هناك، ولكن مفترض انه يكون نايت ووتش في هالمنطقة. المهم حربنا مع الريتش حاليا ما ادري صراحة، حرب ما لها داعي للأمانة. اللي اواجهه بجلده كالبونو كرييتد ارمي. يا سلام، الحين تجي نصيحة. شوف كالبونو ندخل على المملكة، النصيحة اللي جتني قبل شوي في الكومنتات gathering near. اوكي حاليا هم يتجمعون near فيس. اوكي هم جايين هنا حتى انها نقطة تجمع، فمعلومة حلوة صراحة. وبعدها وين بيكون اتجاهم، وبعد شوف اوكي يعني نفس ما تقول نقطة تجمع، بسوي جوين ارمي وبشوف وين متجهين، راح اتجمعهم اي معركة راح نتخابز فيها باذن الله. شوف كيف، والله معلومة جميلة صراحة. طبعا لو انت معاهم يجيك الكلام هنا الحين بترولينج يحوم حوالينها، لانه متوقع هجمه من ابو 12000 هذا اللي ممكن يهجمون علينا في اي لحظه. طبعا من المفترض ان جيمي موجود معنا. عندي تطوير للشخصيه، ضربه السيف 20% دمج اذا ما كنت ماسك الشيلد بيدي. طبعا انا ما استخدم شيلد، فال 20% هذه مضمونه. غير كذا دبل ريناو راح يجيني من البطولات. الريناو طبعا اذكركم انه يفيدنا بموضوع الكلان، تطوير الكلان، وبعدها بقدر افتح محل جديد او محل رابع، ونسيت قبل شوي ما اشتري محل، واجيب لي كومبانيون ثلاثة زيادة، والبارتي حقي او عدد الجيش راح يكبر 15 بيصير 120 بدل ال 105. هذه فائدة الريناو باختصار، شهره وبعدين ميزات كثيرة. اما الانفلونس هذا كل ما زاد راح ينقص مع الوقت، ولكن كل ما زاد يوم اهزم لوترز او اساعدهم مثلا اهجم على قطعين الطرق الوكر حقهم، فهذا كله يعطيني انفلونس. اي شيء اخدم فيه له المملكه اللي انا حاليا خادم فيها او مرتزق مثل ما يسمونهم. شوف الحين انا مجرد ما اني امشي مع الجيش يزيد 1 و3 كلان ممبر ان ارمي، تشوفون 1.08، فهذا راح يزيد لي الفلوس. الحين الدخل عندي بلس 1000 بس بسبب اني اتمشى مع الارمي. يا سلام، حياه جميله يا شباب، والله الحياه جميله. لكن مثل ما تشوفون للاسف التماسك خلص في الجيش، ما عنده انفلونس كافي انه يحافظ على الجيش. يا اخي وليه تفتح، خلنا نصيد هذا حتى لو انهم 5. الحق ما تلحق، الحق ما تلحق، نجيبه يعني نجيبه. ايوه الهايد اوت هذا برضه راح اجم عليه، طبعا 104/5. يقول لي تكفى راح انضم لك، اقول له انقلع والله ما اخليك. وي دونت ونت تو داي، ما يريدون يموتون. وظفنا، نو جاستس، العداله يعني العداله.
اوف خذتهم بالغلط والله، بغيت اطير روسهم. طيب مش مشكله، هذا هايد اوت قريب المملكه حقنا فبفضيه سري سري. شوف هنا بيكون واضح، تشوفون كيف الفرق، وربي فرق السماء والارض. حلوين. شوف بعد ما اخذت الثمانية صار 12 عندي توتال، صار الدخل 1400. فاتمنى الفكرة وصلت اللي مش فاهمين موضوع الانفلونس. المهم الحين برجع هنا بشتري لي محل. طبعا المدينة هذه لازم تشوف ايش تابع لها، تابع لها سمك وجرين، وتابع لها هذا ملح يمكن. اي نعم، يقول لك يعيشون نير سولت ديبوزيت، فالملح، الملح ما ادري صراحة وش يجيب. المهم اني بشتري لي واحد من المحلات هذه. هنا عندي تقريبا تاجرين وعصابتين وارتست. الارتست ما ادري وش فايدته صراحه، يا ريت اللي عنده خبر يعلمني. نكلم هذا. طيب عنده تنري، كرفان بس عنده، لا اريد محل. الثاني هذا بريوري ب 32000. يو هاف ريتش ذا ماكسيمم اماونت. اوكي الحين ما اقدر دام السالفه كذا بفتح كرفان. يكلفني 15000. طبعا راح اعطيها من ايش اسمه، اتوقع ليمر هذا. اروح البارتي هذا هو. اي نعم اتوقع اقدر اغير اسمه، لازم انك تكلمه شخصيا، بس ما علينا راح نعطيه الكرفان. طاقاته مش حق التجارة، افضل شيء انك تطوره في التريد. او الستورد تطور عندي، ممتاز. هنا اي شيء من الاغراض اللي بعد ما افوز من معارك ما اخذها، يعني ترميها بشكل عام، راح تتحول الى اكس بي للجنود وراح تطورهم. طبعا خوينا هذا اللي فتح الكرفان العملاق معاه 30 رجال، يعني ال 15000 اللي دفعتها من ضمنها 30 رجال. عنده السكاوت لاباس، الحين ممكن ارسله رساله واغير اسمه. وات؟ عملاق صار شكله كذا. ايوه اي ونت يو تو بي نون وذ انذر نيم. عملاق اتوقع كذا يكتبونها العربي المرقم. طيب في كومنتات كثير جوني قالوا لي تصنع في الحداد السيوف وتبيعها، هو الكومبانيون يبيع لك اياها بسعر اغلى، لكن الطريقه وشلون اعطيه؟ يعني الحين انا فتحت كرفان فيه وجيت اكلمه، مثل ما تشوفون الخيارات، اغير اسمه او اعطيه كومبانيون زياده من عندي، او العكس، او اغير البوزيشن وبس. ما صراحه ما عرفت شلون اعطيهم سيوف، يا ريت برضه اللي عنده خلفيه يعلمنا وجزاه الله خير. طيب الحين نجي لموضوع الدروع. قال لي عند الدثراكي فيه دروع افضل واقوى. يا رجل 120000، ايش الهلمت هذا اللي 120000؟ ما اشوف شيء مميز صراحه. هذا كنت استخدمه في السلسله الماضيه، ثاني افضل واحد بعده جاي هذا 36 بدي ارمر، ما اشوفه يعني شيء اللي واو. انا اللي كان معي 38 بدي ارمر. يا ريت اللي كتبت لي الكومنت تعلمني في اي مدينه او تعطيني اسمه. طيب قبل لا نمشي من هذه المدينه ونتوجه يسار، خلينا نشوف هذا عنده مشن ايش سالفته. طيب هذا تاجر عنده مشكله في موضوع الاسعار اللي تتورد من الخارج، ولكن اذا انا رحت واشترت له خمس بقر اكرمكم الله راح يدفع لي 1695، بكذا راح يقدر ينافس السوق ويعدل الاسعار. اقول لك خذ واحد من الكومبانيون مع خمس اشخاص والسلام عليكم، وخذ زياده كم من واحد. طيب كذا الواحد يشتغل بالراحه ويعطي وظيفة للكومبانيون اللي معه. الحين نجي للصورة الأكبر، حربنا انتهت، حربنا لسه ما انتهت، فاحتمال أحد يصيدني فيه ما شاء الله هنا حروب. خلنا ننطلق ونشوف العالم. مثل ما قلتوا لي أرجع هنا، بما أني رايح فوق راح أشتري الحمير هنا ب 37 أكرمكم الله، والسبتر هورس 37، وعندهم تشيز والبتر والله سعاره مرة رخيص. البير البيرة ب 37 اشترها كلها، وهذا ملخص الشراء. شوفوا العملاق اخوان جالس يفرفر هنا، يتاجر من مدينة لمدينة وكذا، وجي من الستر يفرفر بالجيش. اوكي خلصت المشن، زادت علاقتي معه وساءت علاقتي مع التجار الثانيين. شوفوا يا اخوان نظرة سريعة، الكرفان توني مؤسسه يجيب لي قرابة الالف العملاق هذا، عشان تعرفون ان خطتي ممتازه. صدقوني لو احد ثاني ما جاب لي الالف هذه، اي واحد يعترض الكرفان اقسم بالله يخبز خبز. طيب يا شباب وصلنا خلف السور الشمال، خلنا نشوف هنا الاسعار كم. الحمير لحاله مكلفوني 10000، هنا لو ابيعهم 18000. الستيب هذا اللي اشترته 60 كلفوني 12400، هنا ب 19000، فايده حلوه والله. التشيز واضح انه الفايده لا باس، كم 30 صار 50 45. البير فايده كبيره صراحه، شوف 38000 بس من الاثنين هذا جبت لي فايده 15000. بس يا شباب جاء سؤال في بالي صراحه، العملاق حتى لو صغر حجمه اهم شيء طاقاته نفسها، يعني حتى لو حولتهم كومبانيون اكثر من واحد، يعني اتوقع الطاقات هي نفسها.
الحين اللي جالس اسوي هنا ابحث عن اللي تقولون لي عليه نايت ووتش، وين ممكن القاهم؟ هل ممكن اشطح بهذا الاتجاه؟ والله شكله يمديني، خلينا نشوف. انا ما في اي مدينه هناك ولا في اي شيء، بس عندي 100 جندي والامور طيبه والمعنويه عاليه. شوف شوف العملاق كم يجيب لي، 1700، اقسم بالله افضل من المحلات كلها. شوف يا رجل المحلات تجيب لي من 100، ايش المسخره هذه؟ هذا المحلات لازم اشوف لها حل بعدين. شوف العملاق 1700 وبيزيد، الصحراء الثلجيه القاحله ما غير هبوب البرد، نسانيس البرد، ما في اي مخلوق هنا ابدا. ايوه هايد اوت، وات تعال صح قبل انسى، هذا يوم تعطيه ميشن ويرجع يصير مش الكشاف، عشان كذا الهايد اوت ما شفته الا وانا قريب منه مره. هجوم الجديد، هل بيكونون نايت ووتش؟ ستوب ستوب، ايش هذا على اساس انهم؟ انا قلت لهم انسحبوا عشان اشوفه. الحين هذول الزومبي يا اخوان، اي والله عيونهم زرق، ممكن اضاءه ما تبين. السلام عليكم. نايت ووتش بس على شكل جندي. اوه ماي جاد، خبزوهم خبزوهم. ايه ايه هذراك منتظرين نجيهم. تعال تعال، ايه شوف الحول كيف مع اني مصوب هد. شوف هذاك واقف ينتظرنا. اوه يا شباب طلع هذا قائدهم، قتلت رجالي كم انت شجاع. هذا لازم مبارزه مبارزه. شو اسمه نعطيه وحده على عيونه اي اوف اوف، يقالوا لي حيل قوي والله. شوف ضرباته كيف سريعه. هذا كان اختبار، كان اختبار، بس ما بغيت الرمح بغيت السيف. والله والله قوي، والله قوي جدا جدا. حياتي 10 ما اقدر اهجم مره ثانيه. شت خلنا نريح شوي قدامهم، مع اني ما كنت مدمج يا اخوان، بس الدمج اكيد اللي جاني شيء مش طبيعي. والله يا شباب لا تخلوا هيلثي 50% رفع ضغطي. والله غبني، والله الربع انجلت من قبل لا اقول بسم الله. جنوده جلدوني، شوف جالس اعكز، هيلثي صار ربع. هذا ما هو بعذر. الله ينكب. والله يا شباب حاولت اني اصد واضرب باسرع وقت لكن ما في مجال. يا غيري هي لقبنا كلها في المشوار لما توصل له، والله مشوار طويل. خلاص الحين يا اني اهزمه يا ان في المره الجايه يوم ارجع بخليهم العمالقه ينزلون عليه. يعني خلاص والله من جد بستسلم، بحاول اني خرب بيتك حتى الصد. ما في ما في ما في ما في ما في، والله ما في مجال، وربي احس باهانه وانا اضغط هذا الزر بس. ابي اشوفه ينجلد، هذا هو. دوس دوس على راسه، بالله دوس على راسه، خرب بيته. من جد مرعب والله، والله العظيم مرعب. ملاحظة سريعة يا شباب في كومنت للأسف اني ما انتبهت لها قبل لا اصور الحلقة، كان يقول لي السيف الفاليري الوحيد اللي يقدر يقتل ملك الموتى، وهذا الشيء طبعا مأخوذ من المسلسل، وللأمانة ما جاء في بالي ابدا انه ممكن يكون في اللعبة، فصراحة هذا شيء رهيب. ولو لاحظت يوم كنت ادمجه كان الدمج يجيه جدا بسيط، 5 تقريبا، 5 5، فهذا هو السبب، ولكن ما عرفت الا بعد تصوير الحلقة كاملة، وهذه بس ملاحظة ضفتها بعد التصوير. ولكن الحلو في الموضوع اقدر اقاتله مرة ثانية اذا هجمت على الوكر نفسه، وراح نجرب ان شاء الله في الحلقة الجاية نقاتله بالفاليريان سورد. بس هذه ملاحظة مهمة، اشكر راعي الكومنت واترككم مع المقطع. هاته هاته نايتس كينج هاته، هلكني ورب الكعبة هلكني.
والحين نرجع يا سادة إلى موضوع الحرب. نشوف الجماعة وش يسوون هناك. طبعا يا شباب هذا اللي جبناه قبل شوي لابد انه يتمردغ كذا في الجيش، نسحبه كم من يوم لين ما يعطيني الولاء يعني وينضم للجيش واقدر اعدمه، ولكن طبعا مني فرط فيه. يا سلام سلم، شوفوا يا شباب دخلت البطولة كذا بالصدفة، شوف الجائزة اللي عليها. اوف شعر ابيض، انت لسه ما مت، خرب بيتك بدون خوذة، موت يا رجل. ساحة جميلة صراحة في الصباح، شوف الخيل اللي هنا، هذا بينتف نتفة حلوة، هذا كني أعرفه، هذا الكمبانين حقي في موسم الماضي. وربي زحمة، كلهم يبون القناع. وبسم الله شوف كيف تفرقوا يا خوي يا خوي. في هذا الحال نحتاج الدرع. اوه هذا الهزمته قبل شوي، حالفين ما يلمسون الحرمة. شو المسخرة هذا؟ هذه اللي ما تبون تلمسونها خير تهزمني، هذا تاخذ الخوذة مني. هذا الخوذة اللي كانت 100,000 مستحيل. سبايك هلمت وذ فيس ماسك، تكفى قل لي هي. انا جالس بس اجمع رناء، والله مش ناوي اظهر البطولات في الحلقة، لكن شيء رهيب زي هذا نقول بسم الله. 33,000 والله شكله هو، بس هذا اللي يشترونه برخيص ما ادري، والله شكله مش عاجبني صراحة، لكنه قوي ما ادري، اعطوني رايكم فيه. يلا من باب التغيير والبطولات اجمع فيها الريناو، حتى اني في الحلقة الجاية بحاول قدر الامكان. اتوقع والله يا ريت تذكروني وشلون اوصل للنبيل او اترقى، اتوقع لازم اني اوصل الكلان تير عالي. شوف القلعة هذه مكانها كيف، طبعا ما اخوذها من المسلسل، انا لما انا ما اعرفها بس واضح انها ما اخوذها من المسلسل، شيء رهيب للامانة. ولكن خلنا نشوفها من الداخل، اتوقع والله في ملامح اختلفت، في ملامح اختلفت. ايش تبقى انت، واحد ما يقدر ياخذ راحته في المدينة. كل مدينة تقريبا لها ملامحها مثل ما تشوفون من برا ومن داخل، يعني هذه الساعة هذه ما شفتها من قبل. شوف القلعة والله هي جميلة جميلة جدا، عندكم بطيخ سمك ملابس، شكلي بقلبها تجارة بطيخ، والله بطيخ له مواسم ولازم نستفيد منه كتجار. انا مستغرب من شغلة، لاحظت الدثراكي لبس، الدثراكي داخل مدينة لبس طبعا وبرا المدينة لبس، بس في خيل عندي كنت ابغى استعرضه لكم، جميل صراحة، جواد اصيل شريته والله بس عشان افرفر فيه داخل المدينة. هذا هو، بس مدري ليه ما يبين. شوف شوف العروق يا اخي، شوف علق وصفق، ممكن لازم اني البسه السرج نجرب. والله ما اعطاني خير، والله شكله كعابي هالموسم مدري ليه، ولا هو موجود هنا. اول تدخل المدينة تحصل خيول، الا لا في هناك بس هذا مو بخيري، خيل لبسته سرج، دثراكي حلاته هو فوق الخيل. بس يا شباب هذا كان استعراض سريع للمدينة، بس جيت هنا لأنه السلاح هذا شفته طلبتوني إني أجربه، ف هذا السيف اللي رويتكم إياه في الحلقة الماضية حق الشخصية طويلة مرة، هو صراحة أطول من كذا، لكن مثل ما تعرفون كل شيء الأوث كيبر صراحة تنبخ لي. الكينجز لاندنج ان شاء الله بنزورها في وقت ثاني يوم نحتلها باذن الله. الحين جيت حربهم هذا اللي طولت، فجيت بحارشهم بنقص منهم مثل ما تشوفون، ما زال 13,700، فانا كمرتزق وظيفتي اني احارشهم اساهم بس يصيدوني ومنهم عدد. رحبوا اعزائي المشاهدين بالنايت كينج يخضع الينا اخيرا على طول، قوته بعد الجاينت حاطينه. بس مين الوحش هذا يسوي؟ اي والله هذا في الكومنتات كثير متحولية، عندي منهم اثنين بس. شجرة التفرع حقهم يسوسي 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 ماجستي جارد او ماجستر جارد، طبعا انضم لنا في وقت جدا جميل في هايد اوت بالاحمر. كيف هايد اوت بالاحمر؟ يعني حق الحلوين هذا له. يا ريتني اقدر استدعي بس ال 200 جندي حق، انا اشر هنا ويلف هناك، ليه كذا اللفة هذه؟ النهر هذا ما في جسر معقولة؟ طيب تعال هنا،
هنا قربنا إلى أراضي الخصم أعزائي المشاهدين، فمن المفترض أن نحرق قراهم والجماعة يستانسون على مشارف أراضيهم. ما شاء الله كم مدينة عندهم؟ 12,000 القوة هذه وين تكمن؟ هذا كرفان حقهم، كرفان ما لنا فيه، بدنا نمسك جنودهم. شوف كيف ينحاش. طيب نقدم على خطوة خطوة. فيليجرز برضه ما لنا فيهم، تجار، هذه أرضهم نحرقها ولا ممكن حصل أحد هنا طالع داخل. أتوقع أنه برضه راح ترفع شو اسمه، ما أدري ليه أحس نفسي ألعب لول. أيوه فيليجرز. هنا نتحدث أعزائي المشاهدين، هنا نتحدث. أوه جاي لي بعد، هو جاي لي يا حبيب قلبي. والله ما تعرف إن فيه ثلاث عمالقة في الجيش هذا؟ حلو، أنا أبيه يهجم عشان آخذ بطاقية الدفاع. كال دروغو ومعاه نايت ووتش وثلاث عمالقة. تعال نسيت ما زيد من عمالقة، والله أحس لو خليتهم 10 والله بيكون أوفر باور كذا. إلا لو انجلت. لو شفتوني خليتهم 20 افهموا السالفة. خلنا نلقي نظرة. يا إلهي كلهم خيالة، كلهم خيالة، كلهم. والجيش الضعيف هذا كله كم خيال؟ عملاق 1 2 3 عمالقة والدثراكي. يا سلام يا الدثراكي. حس المكان والله مرة مرة صغير، لكن أهم شيء شيلد وول. وهذا اللي يتفرقون الأسهم، هذا اللي بعطيهم فولومي. اللي مدمج من الحين. أبي أرجع الأسهم. متجهين على اليسار. يا إلهي بيت دروعكم يا شيخ. ابي اشوف قائدهم بس. حمل المنتصر. اوكي جلدناهم والله. كان اشوفهم منحاشين ولا ياخذون لفه كذا ويرجعون على الاساس. يا رجل. اوكي خوي بغيت اعطيه واحد على عينه. هذه أول هزيمة للخصم الضعيف. جايين 9 كلات، كلهم 9 9 9. ودي آخذ واحد كمبانين لكن بعدين. الحين أبيه يشارك بحجمه الطبيعي. قتلت 6 أنا بس زيهم، يعني نص جيشهم أنا والجاينت الثلاثة اللي معي حرفيا. تعال يا بعد حيي، تعال بريزنر. طبعا الحين مفروض أيوه هذا الانفلونس صح. 57 كم الفلوس؟ 23,000. الله أكبر يا ولد. تير 6 هذا الأقوياء مرة. خلنا ناخذ منهم 10. طبعا نايت كينج ما شفته كم قتل. طور اللي يبي طور طور. انا صراحة ناقصني فرسان فباخذهم اللي اقدر اشله. اوه كراكت بالهوك، هذا ممتاز. هذا الضرب فيه مش كذا الرمح سيدة، لا زي السيف. راح نجربه في المعركة القادمة ان شاء الله، رغم ان احصائياته تافهة مقارنة بهذا وسعره. خلهم يتعالجون. 15 وندد عندي. ايوه ايوه تعال. اوه بنية حنا اكثر في العدد، ما ودي ان نكون اكثر عشان هذا نحصله دبل اضعف اضعف. اتوقع برضه خليتها هي مهاجمة، تعطيها شيلد وول، خيولهم ما يقدرون يدخلون على الجنود، ورمات الاسهم يداعبونهم، والعمالقة يطحنونهم، وخيولي من يمينه ويسارهم. السلام عليكم. تعال نجرب السلاح عليك. دمج فيه ضعيف صراحة. 45 43. وما تسهم ها. السلاح مرة مرة قصير.
خلنا نعطيهم تشارج على السلاح النينجا هذا. انا مدمج، نسيت اني مدمج. لو السلاح هذا اطول بشوي. وخر يا الخيل يا اخي، ما هو بمكانك. لا 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 لا، بالموت بالموت بالموت. نحشه، اهم شيء القائد ما يطيح عشان المعنويه. انت وش تسوون هنا يا حلوين؟ اتاك اتاك اتاك، خلاص خيولهم قربنا ننهيهم. اعطيتهم اتاك المعنويه. ما يحتاج معنويه، شوفوا احنا اكثر منهم بكثير. ايش يسوون؟ اعطيتهم اتاك والله. قهر قهر والله قهر، العمالقه جالسين هنا. خلاص يوم قرروا ينسحبون هذولاك هجموا. يا اخي ركضت يا اخوان والله الضحك. خبزه من فوق الخيل هذا اللي اتكلم عليه. ما ادري ليش ماسكين النقطه هذه رغم اني اعطيتهم الكل اتاك. يا سلام عليك، باقي نص جيشنا بس ماتوا عندي 17 واحد. شلون انفزون 37؟ لو انه اكثر مني هو كان لقيت اكثر، بس يلا ما عليه. طبعا ما يحتاج اقول لكم، دوثراكي اندريتش ميد بيس شافوا فيه تهديد كذا، في واحد جالس يداعبهم هنا. بس من يدفع للثاني هنا السؤال؟ هم ياخذون فلوس دوثراكي يدفعون؟ يا اخي حرام عليكم والله حرام. والله دخلي صار قبل شوي 33,000 يا شباب اقسم بالله. يوم الانفلونس كان 55 تقريبا. فقالوا وانتد بيفقرنا، خلنا معاهدة سلام معاهم نعطيهم فلوس، شكلهم ياخذون اقل من وانتد. بس هذه رسالة واضحة لكل من يحارش الدوثراكي، فكوني عليهم افضل. بكون ان شاء الله في الحلقة الجاية اقدر موصل الكلان تير الجديد، ومنها ان شاء الله ان شاء الله اني ما اكون اخطيت، منها بكون متحول الى نبيل واقدر اسوي كلاني الخاص، ونكون نبدأ نرسم خطتنا باتجاه المملكة الخاصة فينا، ولا نطيح تحت حكم أي أحد. هذه خطتي حاليا، اقتراحاتكم مرحب بها في الكومنتات، ولا تنسوا اللايك. أتمنى أنكم استمتعتوا، ونراكم إن شاء الله على خير في حلقة أجمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.